في القنيطرة السورية باتت فصائل المعارضة تحاصر قرية حضر بعد أن سيطرت على تلتين تضمان مواقع عسكرية في الريف الشمالي الشرقي للقنيطرة حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتعتبر قرية حضر الدرزية ذات أهمية استراتيجية، إذ تحاذي حدود هضبة الجولان المحتلة من إسرائيل من جهة، وريف دمشق حيث معاقل المعارضة المسلحة من جهة أخرى. وأوضحت مصادر للتلفزيون العربي أن المعارضة اغتنمت أسلحة متوسطة وثقيلة ودبابات.